مرحبا، هسه كنت قاعد اقرا التعليقات و يعني ما اعرف شو اقول لكم. يعني غسلتوا قلبي بهذا الحب وهذا الكلام الرائع اللي دا يطلع من الشاشه مال الحاسبه مالتي بطريقه يعني كلش كلش حلوه. طيب القلب، انا جدا ممنون واعتذر من كل واحد ما كتبت له، ما اقدر اكتب لكم كلكم لان اريد اكتب لكل واحد. انا يعني جريده وما يكفيني الوقت، حتى ما يكفيني الوقت اقرا كل التعليقات، بس اتمنى انه تبقون تعلقون وتبقون تكتبون، لان يعني شفت واحد حتى كان كلش كاتب، انا بعدني ما شفت الفيديو بس شفت التعليقات وقلت يعني لازم اشوف هذا الفيديو، عجبني. هذا الشيء يعني انتبهت عليه. وشيء ثاني انتبهت عليه، اكو فت يعني اكو بيناتكم كم انسان او كم انسان ايش قد رائعين قاعدين هم يجاوبون ويساعدون. استخدم هاي التقنية، لا تضوجين، لا تنقهرين، لا تنقهر، الطب مو كل شيء بالحياة، المعدل مو يعني تعرف ايش قد حلو هذا الشيء اللي تسوي. يا ريت تستمرون، يا ريت تساعدون الباقين. اذا يجي احد يعني الاغلبيه اذا تشوفون الاغلبيه هم ناس ايجابيين وذا يبثون الطاقه الايجابيه، كو واحد اثنين يذبونهم في شيء يا ريت لو ما تجاوبون عليهم، خلوهم. هذا انسان معذب هو دا يعاني، ماكو داعي احنا نقنعه، ماكو داعي يعني نسوي اي شيء او نحاول نروي غير اتجاهات، ماكو داعي، ما بيه شيء، خليه على راحته. كل ما انسان طبعا يطلع من نفسه همين اشياء مو حلوة، هذا دليل على انه هو بداخل دا يتعذب، فخلوه خلوه. اذا يحتاج مساعدة احنا نسوي اللي نقدر عليه، محتاج ما لا تديرون بال اي تعليق. انا بالنسبة لي ما اتأثر اذا اي واحد يكتب علي يعني اي شيء يريده، لان انا دا احس بانه انتم تستفادون، هذا اهم شيء بالنهاية بالنسبة لي، احس بالطاقة اللي دا تجيني من عندكم، ودا احاول اني همين انطيكم كل اللي اقدر عليه بهاي الايام. بس اريد اقول لكم هذا الشيء لان ما راح اقدر اجاوب تعليقاتكم اللي تجنن. شكرا شكرا، يا رب يوفقكم كلكم بالايام الجايه يمنحكم اهم شيء السعاده وراحه البال. مع السلامه.